مساء الخير. اليوم بدي اعلمكم كيف بنعمل القطر اللي بنستخدمه للحلويات. بيلزمني لسوي قطر نص كوب من الماء وكوب من السكر. اذا نص كوب ماء وكوب سكر، حطهم على حرارة مرتفعة وبحركهم بشكل مستديم دل بحركهم حتى يغلو. مثل ما شايفين هلا القطر مغبش مغشة، بس تيغلي حيصير شفاف مثل العسل. طبعا كلنا بنعرف القطر هو عنصر اساسي بالحلويات العربيه، ما في حلويات عربيه ما بينحط لها قطر، مثل البقلاوه، الكنافه، القطايف، حلاوه الجبن ومعركون ومشبك وكثير وكثير من الحلويات العربيه الطيبه. في شغله مهمه هلا بدي احطها للقطر لحتى ما يسكر، وهي ملعقة 5 مليلتر ملعقة من عصير الحامض. هيدي 1 تيسبون ملعقة عصير الحامض. عصير الحامض بيمنع القطر من انه يسكر ويعمل قرقشة تحت سناننا. القطر المثالي لازم يكون مثل العسل تماما، شفاف ومتماسك وما لازم ابدا يقرمش تحت سناننا. عم يبلش يصير شفاف، مثل ما شايفين بنضل منحرك طالما انه بعد ما غلي ما بلش بالغليان، بنضل عم نحرك وهيدا بيمنع السكر من انه يرقب بكعب الاناء اللي عم نغلي فيه، بيمنع الاحتراق. القطر من المواد الأساسية، وميزته إنه بيداين كتير بالبراد. إذا حطيناه بالبراد بيداين لأشهر، وحتى إذا حطيناه برات البراد بيضل بيداين لأشهر. بحطه بحرارة غرفة ما بيفسد، أول شيء لأنه سكر ومغلي ومتعقم مظبوط وفي الحامض. في شغلة كتير مهمة هي انه القطر بده مراقبة، لانه لما يبلش يغلي ممكن يفور مثل الحليب. فلما يبلش يغلي شو بنعمل؟ منضيف نصف ملعقة 2.5 مليلتر من ماء الورد، فيكم تحطوا أكثر من هيك حسب ذوقكم، بس أنا بحب يعني ما بحب لك يكون خفيف ولا كتير. بلش يغلي، هلا بنوصله على لأدنى درجة، بنخفف النار لأدنى درجة مثل ما شايفين صار شفاف كليا، صار شفاف. نتركه يغلي تقريبا 3 دقائق
مش اكتر، لحتى يعقد مظبوط، لحتى المواد كلها تنمزج وتعقد مظبوط. وهلا طبعا هو لانه سخن سائل كتير، بس هيبرد هيصير لزج مثل العسل تماما، ولما نحطه بالبراد بيبرد اكتر كمان، بيصير لزج اكتر. تقريبا مرق الوقت الكافي وبعتقد انه نخلصه. هلا حاطفي الغاز، هذا القطر بننطره ليبرد، وفينا نحطه بقطارة مثلا مثل هاي تبعت العسل بنعبيها، بس انا بفضل ما استخدم بلاستيك، بفضل استخدم اناء زجاجي تماما زي هيدا. هيدا قطر سويته امبارح، حطه باناء زجاجي وهلا بدي استخدمه، لانه في عندي هون حلاوة جبن. مين ما بيحب حلاوة الجبن؟ هلا بدي احط لها القطر. القطر كتير حلو، فالواحد بده ينتبه ما كتير يكتر يعني بالاكل اذا كان عنده مشكلة سكري او شيء. انا هون كترت هلا شوي، بس الحمد لله ما عندي مشكلة سكري. هيدي حلاوة الجبن كتير طيبة. هلا بدي ذوقها مع القطر اللي سويته، مثل ما شايفين مثل العسل، القطر مثل العسل تماما. بندوقه بيجنن. بتمنى انكم انه يكون هالفيديو عجبكم، وبتمنى انكم تعملوا سبسكرايب لهالشانل هيدي، لان في كتير فيديوهات مهمه حانشرها، ولما تعملوا سبسكرايب بتصير تظهر عندكم وصل بتشوفوها. بتمنى انكم توزعوا كمان رابط هالفيديو لكل اصدقائكم لتعلموهم وتعمل فائده. هلا حاضطر اترككم لانه ما قادر ابدا اقاوم صحن حلاوة الجبن اللي قدامي، بدي اكله. ف ميرسي كتير على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.